هذا التساؤل لا يحرج منبر هذا المنبر هذا الجامع أبدا، وموقفنا واحد لا يختلف من العدل والظلم باختلاف المكان والزمان والإنسان الظالم والمظلوم، ونحن مع حرية الشعوب وحقها في تقرير المصير، ورأينا ألا مكان لحكومة لا يرضاها الشعب، وأن ليس لأي حكومة أن تفرض نفسها قهرا على شعبها. نحن مع حق الشعب المصري والتونسي والليبي واليمني والسوري والبحريني والشعوب الخليجية وكل الشعوب في العالم في اختيار حكوماتها وتقرير مصيرها وتمتعها بحريتها وكرامتها، ولا نختار للشعوب الأخرى غير ما شددنا عليه مرارا بالنسبة للحراك الشعبي في البحرين من الأخذ بالأسلوب السلمي والنأي بأي بلد من بلدان الإسلامية عن تدخلات الخارج، والتمكين للأجنبي من مصير المسلمين والتحكم في ثرواتهم ومقدراتهم. أما الاتحاد بين الأنظمة المنفصلة عن شعوبها المختلفة معها غير المعترفة بمرجعيتها وحريتها وحقها في الحكم والثروة وتقرير المصير، فلا يمكن لهذه الشعوب أن تعده قوة لها أو يصب في صالحها. وفي أي وسط يأتي الحديث عن الاتحاد في منطقتنا الخليجية ليبشر الشعوب بآثاره المباركة ويثير رغبتها العارمة فيه، في وسط قمع جيوش المنطقة للحراك الشعبي الحقوقي والسياسي في هذا الوطن من أجل تصحيح الأوضاع وإيجاد علاقات عادلة تضمن الأمن والاستقرار فيه وتتيح له أن يسابق على طريق التقدم والازدهار. ثم إن العالم كله يدرك اليوم أن الشعوب ليست قطعانا من الأغنام تساق إلى مصير مجهول من غير إرادتها ومن غير أن يؤخذ لها رأي أو يعترف لها بكلمة فيما يخص مصيرها، والمسائل الكبرى كمسألة هذا النوع من الاتحاد المؤثرة بدرجة عالية وجذرية على واقعها في حاضره ومستقبله وما تصبو إليه من حرية وكرامة ومرجعية سياسية هي من حقها: الإنصاف، الإصلاح، الواقع السياسي الجديد الذي يعترف بسيادة الشعب أولاً، ثم يأتي الاتحاد ليكون في صالح المنطقة والأمة وتحتضنه الشعوب من كل قلبها. والمعتدي على حرمة أي مسجد من مساجد المسلمين معتد على الإسلام وحرمة من حرمات الله الثابتة، وفي ذلك إثم كبير ومنكر لا يجوز السكوت عليه أيا كان المعتدي وأيا كان المسجد المعتدى عليه. ويتحمل الوضع السياسي الرسمي في البحرين وزراً كبيراً بفتح باب الجرأة على المساجد والحسينيات على مصراعيه بما جرى على يده من قبل من انتهاك سافر وتعديات موثقة على بيوت الله وكتابه الكريم. والحكومة لا زالت تمانع إعادة بناء عدد من المساجد التي هدمتها وتمنع حتى من إقامة الصلاة على أراضيها. والشعب المسلم هنا وكأي شعب مسلم آخر مسؤول عن حماية مقدسات الإسلام والحفاظ عليها. لبيك يا إسلام! لبيك يا إسلام! لبيك يا إسلام! ولا دليل من ناحية عملية على استجابة جدية لهذه المطالب. الحكم على عناده وتصلبه والشعب على إصراره وتمسكه بحقوقه وكرامته وحريته.
والأول متكئ على البطش والإفراط في استعمال القوة المادية والآلة القاتلة، والثاني متكئ على الصبر والقبول بالتضحية. فتبقى السجون ملأى بالشرفاء من هذا الوطن من علماء ورموز سياسية عزيزة، ومجاهدين من شباب وكهول غيارى يعتز بهم الوطن، وتبقى حياة الخواج المدافع عن حريته وحرية هذا الشعب مهددة، وتبقى مشكلة المفصولين عالقة لحد الآن، وأجواء المناطق السكنية تغطيها الغازات السامة ولغة التحريض والاتهام على وتيرتها ووتيرة الشهداء في تصاعد. أما الملف السياسي فهو ملف مغيب تماما من جانب السلطة، وكأنها تأمل أن يهمل أو ينسى أو تجد ظروف تسمح لها بتعطيله وصرف النظر عنه، وهذا ما يقول عنه الشعب: هيهات هيهات. البحرين إلى أين؟ إلى شاطئ أمان لاستجابة الحكم لمطالب الشعب، وبالإصرار على تلبية الشعب حقه وحريته وقيمة كلمته ومصادرة رأيه. إنما يأخذ الحكم هذا الوطن العزيز من نفق مظلم إلى نفق أشد ظلمة، ومن فتنة عمياء إلى فتنة أشد عمى، ومن سوء إلى سوء أكبر، وإنما يسلك به طريق المهالك. إنها مسؤولية دينية كبرى، ومسؤولية وطنية، ومسؤولية وطنية وتاريخية وإنسانية، تطوق عنق النظام بأن يستجيب لإرادة الشعب ولا يظلم الوطن ويغرق السفينة.